مباراة الاتحاد والفتح في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. لكي تشاهد المباراة مع الفضل للضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب برنس عبد الله بن جلوس سبورت سيتي ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 4:50 بتوقيت القاهرة، والساعة 3:50 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة: قناة اس اس سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للمباراة بتعليق راشد الدوسري. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وهنضرب لكم موعد في موعد قادم.